لم يبق من الأعياد في طرابلس إلا أصوات تكبيرات تبثها مكبرات مساجدها. فرحة الأعياد في المدينة الواقعة شمالي لبنان صادرتها أزمات تراكمت فتفاقمت، فتضاعف الفقر وحرم الصغار والكبار من فرحة العيد. العرب ما بيشتري شيء، الدولار صار ب 23,000، هذا الفقير ما بده يشتري، اللي عنده 6-7 اولاد شو بده يعمل؟ هذا بده حليب، بده اجار بيوت، ما بده يجيب هذا الفقير هذا. ليس هذا الازدحام الذي اعتادته اسواق طرابلس الشعبيه، ففي مثل هذه الايام كانت الشوارع والازقه تضيق بالمتسوقين، لكنهم اليوم أقرب ما يكونون إلى متنزهين منهم إلى متسوقين، فقد خلت أيادي أغلبهم من الأكياس. وبعض الآباء ما استطاع أن يشتري لطفله في العيد إلا قليلا من الهواء في بالونات قد تنفجر في أي لحظة. نسبة المبيعات متراجعة 90%، إذا ما قلنا 95%، مصاريف كبيرة وشغل ما فيه، اشتراك ندفع اشتراك كهرباء وحق كهرباء، ومولد اضافي هلا جديد جبناه، مولد شايفينه انتم هون، يعني كل شيء غلى وكوى، ما في زبون ما عم يتقبل، يعني هلا العالم عارفه انه غليانه بس ما معه مصاري. البهجه التي ترافق التحضير للعيد بددها ضيق حال قد يغيب الاطباق التقليديه عن موائد اهلها بسبب غلاء اللحوم، واستبدل الحلويات الفاخره بأخرى شعبية إن كانت مقدورا عليها. طرابلس في الأسبوع الأخير من العيد سواء كان أضحى أو فطر كانت لا تنام لياليها، كانت تقفل المحلات عند الساعة 4 فجرا لتفتح في الساعة 8 وبعض الناس ينتظرون. يبدو العيد في طرابلس هذا العام بلا طعم ولا لون، فلا طعم يغني مائدة العائلة ولا ألوان تفرح قلوب الأطفال. يقول أبناء المدينة إن هذا هو أسوأ عيد يمر على طرابلس منذ عقود، عيد لطالما حرصوا على الالتزام بطقوسه، لكن الطقوس اليوم باتت خارج قدرتهم على الالتزام بها بعدما أفرغت حياتهم من الأموال والأفراح. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من الأسواق الداخلية في مدينة طرابلس.